السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاخوه الفضلاء العلماء الادباء ونحن في دراسه ابيات قصيده عنوان الحكم للاديب الاريب الامام البستي رحمه الله يقول لا تخدشن بمطل وجه عارفه لا تخدشن بوجه لا تخدشن بمطل وجه عارفه فالبر يخدشه مطل وليان اولا نشرح المفردات خدش يخدش معناه جرح جرح الوجه عارفه البر والمعروف والاحسان واليد البيضاء التي تتخذها عند احد واصطناع المعروف مطل مطل يمطل مطلا اي التسويف والتأخير في القيام بأي أمر أو أداء أي أمانة وليان من لوى يلوي ليا وليانا وليانا بمعنى المطل التأخير والتمديد والإرجاء للأمور فيقول الإمام البستي رحمه الله ناصحا للعاقل اللبيب ايها المرء اذا اردت ان تصطنع معروفا نحو احد من اخوانك او تتخذ اليد البيضاء عنده فعليك بالسرعه والجد والقيام بالاحسان اليه في فرصه قريبه في اسرع وقت ممكن اذا وعدت احدا ان تعطيه هديه مثلا او تنصره بمعونه أو تعلمه درسا فعليك بإنجاز هذا الموعد ولا تؤخر ذلك حتى تحرجه أن يأتي إليك مرارا وتكرارا فإن ذلك منك ينغص صفاء هذه الحسنة ويكدر نقاء هذه اليد الكريمة البيضاء منك فيقول لا تخدشن بمطل وجه عارفة بالمطل والتسويف والتأخير لا تجرح صورة معروفك لا تشوه صوره برك بالمطل والتسويف والارجاء لان البر يخدشه ويكدره وينقصه مطل ولي وتاخير وارجاء وتسويف وهذا من لؤم الانسان فانه لا تجود نفسه ولا تطيب بانجاز اي بر في اقرب وقت ممكن مع انه قد نوى ان يعطيه هذا الشيء وان يمد اليه هذا العون ولكنه يؤخره من غير ما سبب وهذا من لؤم الانسان الا ان الجواد الكريم ينجز وعده ويقوم بالحسنه في اقرب فرصه ممكنه وفقنا الله سبحانه وتعالى لذلك ثم يقول "لا تستشر غير ندب حازم يقظٍ" لا تستشر غير ندب حازم يقظٍ قد استوى منه إسرارٌ وإعلانُ أي لا تستشر إذا افتقرت إلى المشورةِ الا رجلا ندبا ندبا اي خفيفا في القيام باي امر نشيطا سريع العمل والحركه سريع الفهم واما الغبي الكسل فلا خير فيه فلا تستشر في امريكا غير رجل عاقل سريع الفهم حازم اي حكيم يقظ متيقظ فطن يتفطن للامور ويصل الى اعماق المساله حتى يشير اليك حتى يشير عليك بالصواب قد استوى منه اصرار واعلان وينبغي ان يكون هذا الرجل الذي ترجع اليه في الراي والمشوره سواء ظاهره وباطنه ينبغي ان يكون سره وعلانيته سواء والا يكون رجلا مخادعا يظهر غير ما يبطن فهذا لا يكون اهلا للمشوره ينبغي ان يكون الرجل الذي تجعله ناصحا مشيرا لك مخلصا قد استوى ظاهره وباطنه كريما ظريفا فعليك ان تنظر في ذلك امرين العقل والاخلاص النصيحه لك والعقل وقد قيل العدو العاقل خير من الصديق الأحمق إلا أن العدو العاقل أيضا لا يرجى منه أي خير لأنه يفهم الأشياء إلا أنه لا يريد لك الخير فللتدابير فرسان إذا ركضوا فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبر كما للحرب فرسان يقول الإمام البستي رحمه الله إن الرأي والتدبير مجال مفرد ولهذا المجال رجال بارعون فيه عقلاء فهماء نبلاء فرسان أي بارعون ماهرون في هذا الميدان إذا ركضوا خيولهم أبروا أي غلبوا وأسرعوا كما للحرب فرسان كما ان الحرب لها رجال ابطال مغامير كذلك للعقل والتدبير والراي والمشوره رجال عقلاء ثم يقول وللامور مواقيت مقدره وللامور مواقيت مقدره وكل امر له حد وميزان وللامور مواقيت اي اوقات معينه مقدره فلا يتم اي عمل ولا تتحقق أي غاية قبل ميقاتها. فينبغي للإنسان أن يصبر وينتظر وينظر دوره ولا يستعجل قبل أن يحل الأوان فإن ذلك يفوت عليه مقصوده من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه وكل أمر له حد وميزان لعل معناه أن كل أمر له حد محدود ووزن موزون فينبغي ان تزن الامور بميزانها وان تضعها في مواضعها والا تتعدى الحدود في اي امر وتكون مقتصدا معتدلا في اي امر فلا تكن عجلا في الامر تطلبه فلا تكن عجلا في الامر تطلبه فليس يحمد قبل النضج بحران هذا تفصيل للاجمال الذي قبله وللامور مواقيت مقدره فلا تستعجل اي امر قبل اوانه فلا تكن عجلا في الامر تطلبه اذا طلبت امرا فلا تستعجل النتيجه بل انتظر الاذان واصبر للفرصه حتى ياتي الوقت الذي يتم فيه ذلك الشيء مثلا اذا طلبت العلم فلا تستعجل فان العلم يقتضي وقتا طويلا وصبرا بعيدا كذلك لا ينبغي أن تستعجل الرئاسة والسؤدد فإن مثل ذلك كما قيل تزبب قبل أن يحصرم أي صار زبيبا قبل وقته أولا ينبغي أن يحصرم والحصرمة قبل النزج ثم ينضج والذي نضج قبل الحسرمة فلا تكون فيه تلك الحلاوة واللذة كذلك من صار رئيسا قبل أوانه لا يكون فيه تلك الصفات والمؤهلات فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه فليس يحمد قبل النضج بحران بحران التغير الحادث السريع في المريض يرجى البرء بهذا التغير إلا أنه لم ينضج الدواء بعد فهذا تغير سريع ثم ينقلب إلى نقص وداء خطير فهذا في مصطلح الأطباء بحران التغير الذي يحدث للمريض إلى البرء بسرعة ويمكن أن يراد بذلك فليس يحمد قبل النضج بحران أي في الثمرة قبل أن ينضج قبل أن ينضج لا يحمد التغير والتلون والحمره والصفره التي تبدو تبدو ان ينضج ولكنه لم ينضج ولكن قد حدث فيه التغير في اللون فهذا ليس بمحمود في الثمره فليس يحمد قبل النضج بحران بارك الله لنا ولكم فيما اعطانا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله واصحابه اجمعين